الولد اللي توفى، الولد اللي توفى ده ما بيتكلمش وما بيسمعش، وولد على الله من الاخر يعني بتاع ربنا بركاوي. يقتلوه بابا طالع يعني بابا عنده جزار يعمل الحاجه وبيروح يجيب الضربه. هتيجي ببابا جت فيه هو وبابا موجود في القلب اللي انعاش دلوقتي. 29 سنه يا ابني، انا وعدتك الليله دي بالذات مش هعيط، عشان وعدتك ان انت عريس الليله دي. الليله دي عريس يا زيز وابني اطرش واخرس. واحد هنا عيل صغير وابوه عيل دوت اخرس واطرش. اللي هو عبد العزيز دوت اللي اسمه عبد العزيز ده شبشبه الله يرحمه بقى، يعني ده الدم مطرح ما وقع خدناه وجرينا بيه. الولد الاخرس ده كان واقف هنا هو وابوه واخد بال حضرتك، وواحد كان ناس واقف هنا لابس كوزه ولابس سرير من الاخوان اللي هم بدون دول. تجارة والطلقة اهو، الطلقة اهو ده طال الآلي بتاعهم، وغير الجيرانوف والقناصة طلقة القناصة اللي هي جاية في العربية. القناصة دخلت في جنبه، خرجت من جنبه التاني، دخلت في رجل ابوه، فرتكة الكبد، فرتكة الكلى، فرتكة الطحال، راح هو نايم على ابوه. راحت الرصاصة دخلت من هنا، خرجت من هنا، دخلت في رجل ابوه وهو نايم على ابوه كده. ده الدم بتاعه، دم عبد العزيز. اه دم عبد العزيز. واحد ضرب علينا طلقه حي من الجيش ذات نفسه، من الاخوان كلهم، ومحدش من الحكومه ذات نفسها، الحكومه بتاعت القسم نزلوا، مامور القسم اسمه صدع النعماني اتضرب طلقه ومتصاب دلوقتي ومخرجينه بره، وامبارح من امبارح لحد النهارده عمال يتضرب علينا نار وطلقه حي، والجيش ذات نفسه مدين له طلق في ايديه، والجيش كان واقف على الكوبري مش عارف ينزل يعمل معانا اي حاجه. دخلوا علينا اللي هم الاخوان كانوا قاعدين عند الجرينه، جم هنا وراحوا مدخلين الشارع وقعدوا يضربوا، وراحوا واخدين الشباب بتاعتنا وقعدوا يضربوا فيهم، وخدوهم وخدوا منهم البطايق وخدوهم ومشوا، والموبايلات والموبايلات وكل حاجه معاهم. دي عربيتي بس حضرتك، ده طلق حي، ده طلق حي، وده طلق حي، وده طلق، ده الازازه بس كله واقع. انا ساكن هنا، ودي عربيتنا، ودي مخازننا، ودي بيوتنا هنا، والمحل بتاعي على نصه الشارع بتاع الفراشه، دي عربيه فراشه، الطلق الحي بتاعهم دي خبطه داخله في البيت جوه، جايه في الحيطه، في الحيطه نفسها. ده بتاعنا، ده بتاعنا مطرح ما اتعورت، المطرح ده مطرح الدم اللي انا امبارح لما ضربوني على دماغي. سيد احنا هنا طبعا مش عارفين حاجه، بقينا سامعين بس الضرب وضرب النار لحد الصبح الساعه 8 الصبح، وعمالين يضربوا فينا ونتصل بالحكومه ونتصل بالجيش. مفيش ايه هنعمل ايه يعني؟ الداخليه عايزين نعمل ايه؟ نقعد في بيوتنا لحد ما حرمنا تتاخد مننا؟ فالداخليه ما جاتش امبارح، ما حدش جه امبارح. الداخليه لما جت ربع ساعه ولا نص ساعه، استنى معلش، ربع ساعه ونص ساعه عربيه جت وقفت قدام شويه، ما عملتش اي حاجه، كل ما هنالك ضربت طلقتين وقفت نص ساعه وقامت واخده بعديها وقامت ماشيه تاني وسابتنا وسابت الدنيا كلها واحنا عاملين نتضرب بالقوالي. ولما ضربوا المأمور نائب المأمور وضربوهم راحوا مخدوهم ومشوا وسابونا لحد الساعة 8 الصبح، عمالين يضربوا فينا ومش مبطلين، جابوا عربية مليانة رصاص، يجيبوا المنطقة يبهدلوها ويبهدلوا ناسها ويبهدلوا اللي فيها، وفي الآخر خالص يسيبوا الإخوان ويقول علينا إحنا بلطجية، ويقول لك هم ماشيين سلميين، سلميين إزاي واحد مقتول جوه حارة جنب بيته، واحد لا بيتكلم ولا بيسمع. وخدوا ناس، وفي ناس مخطوفين، وفي واحد لو سمحت يا احمد طلعها فوق عند الحاجه، ابنها مش لاقيه من امبارح. قال لي اما اجي، قلت له لا يا ابني ما تجيش، بخاف عليا، خاف عليا، راح جاي هو لسه جاي من بره كده، وراحوا واخدينه. انا ما اعرفش ان هم خدوها، لما جم قالوا لي ده ابني خدوه وضربوه وخلوه في الجنينه حبسوهم وعمالين يضربوا فيهم. قلت لهم طب انا بيضربوا فيهم ليه؟ رحت النهارده المستشفيات والاقسام مش لقيت حد، قعدوا يضربوا فينا لحد تاني يوم الصبح. واقفين تحت بيت الشام عنديل بالظبط، الشام عنديل يبعد بعيد عننا 100 متر،
100 متر جايب خمس عربيات امن مركزي يحموه واحنا ما فيش حد هنا حتى ضابط شرطه ما فيش. احنا عندنا عيال صغيره البلطجيه هم اللي جابوهم احنا ما عندناش بلطجيه واللي جم حمونا بالليل الله اعلم منين اللي جم حمونا بس مش منطقتنا. امبارح ده امبارح عملوا معانا اللي ما يتعملش مش بني ادمين احنا. بصي ادي خرطوش اهو بصي ده خرطوش ده جمال هو في رجليه اهو ده خرطوش محدش عارضهم ووقفوا المره اللي فاتت برضو عملوا عند الجمال محدش عارضهم في حاجه كل مره بيجوا ماشي كنا بنديهم المايه وبنديهم الاكل وبنديهم اي حاجه هم عايزينها لكن هم المره دي نازلين عايزينها هي حرب اهليه.